بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مهداة. وحقق يا حبيبي إن قلبي يطير إذا ذكرتك في خيالي، فكيف إذا رأيت بأم رأسي جمال الحسن في إحدى الليالي. وإزاي ما شوفش جمال حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وهو اللي منور حياتنا كلها. ولذلك لما بيجي ربيع بتبقى فيه عبادة مهمة جدا جدا في حياتنا، العبادة الواجبة والتي لابد أن نعيشها هي عبادة الفرح بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم. عبادة الفرح بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم هي التي أتت في قوله تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. هنا في أمر من الله سبحانه وتعالى أن نفرح بفضل الله وبرحمته. صحيح سيدنا عبد الله بن عباس قال برحمته وحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، بس احنا كمان بنمشي مع ابن عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونشوف الجمال ده. هو قال كده لأن الله سبحانه وتعالى قال: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، بس احنا كمان بنقول: وكان فضل الله عليك عظيما. احنا جايين نفرح بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم عشان تسر قلوبنا، تسر قلوبنا بنعمة الله سبحانه وتعالى البالغة. انتوا بتقولوا الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة، يبقى لازم تقولوا الحمد لله على نعمة رسول الله وكفى بها نعمة، لأن رسول الله هو شطر الإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فحضرة النبي نعمة النعم، أعظم نعمة من الله بها علينا هو نعمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هي النعمة التي بها عرفنا الله وعرفنا الإسلام. ولذلك إزاي ما نفرحش بهذه النعمة؟ إذن جاء ربيع فتعالوا لنفرح برسول الله صلى الله عليه وسلم. وإزاي تسر قلوبنا بنعمة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أول شيء لازم نعرفه عشان تسر قلوبنا، وهنقول لكم شوية إجراءات كده نعرف بيها إزاي تسر قلوبنا بنعمة رسول الله. أول حاجة معرفة النعمة، لازم نعرف معرفة نعمة رسول الله. نعمة رسول الله هي التي غيرت الكون كله. كان في مكان كده عارفينه الناس، بس رسول الله صلى الله عليه وسلم لما راح له اتغير. بعد ما كان مدينة زي بقية المدن أهلها متقاتلين، فلما رسول الله وصل لهذا المكان أصبحت المدينة المنورة، فأصبحت هذه المدينة هي المدينة المنورة. وباتفاق العلماء إن البقعة اللي فيها أفضل بقعة على الأرض، البقعة اللي فيها إيه؟ الذي يحيا فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي فيها مسجده وفيها روضته صلى الله عليه وآله وسلم. فتعالوا نعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم ونعرف نعمته من أول المكان اللي حضرته صلى الله عليه وسلم عايش فيه، ومالي المكان بأنسام الجنة وبرياض الجنة وهو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم.